خلال وجود داعش ما ضل شيء، كل شيء تكسر، تخرب، انحرق، شيء تفجر، يعني مدن الألعاب ما ضلت، حدائق ما ضلت، كل شيء راح. أول شيء مدينة أشتي ألعاب للأطفال، ترفيهي شوي. أولاد تعرف أنه أحوال جو الحرب، وتعرف أولادنا لحتى يلعبوا بده يلعبوا شيء، شوف بيلعب بالرشاشات، بقول أنا قتلته، أنا عملته هيك. فعملنا هالمشروع أول شيء أولاد يجوا ينبسطوا يفرحوا شوي، بينسى هذا الأجواء جو الحرب ما حرب. على الحياة الملونة، نظرة غير نظرة اللي كانوا يشوفوها وقت لما داعش كان موجود. أنا ورفقاتي رفقاتي اللي بحبهم نلعب هون ونحن مبسوطين كتير.